نيابة عن ملتقى المصممين والذي يعد جهود فردية لخمس مصممين استطاعت بعد توفيق الله تمكنت من صناعة مظلة تضم أكثر من 50,000 مصمم ومصممة. نايف المرحوم هو المتحدث التالي. السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. أشرفني كثير أن أكون بينكم وأقف أمامكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالبداية راح نتكلم عن انطلاقة، ودائما الانطلاقة تكون وفق حاجة أساسية حنا كنا دائما نفكر فيها. حنا بالبداية لما كنا على مواقع الإنترنت قبل 6-7 سنوات كان فيه تواجد للمصممين أكيد، لكن كانوا متواجدين تحت توقيعات وأسماء مستعارة وصور رمزية، فما كنا نعرف الأشخاص ولا كنا نعرف أسماءهم ولا كنا نعرف كيف نقدر نوصل لهم. فمجرد ما يغيب الشخص عن المنتدى أو الموقع اللي كنا نقصده يختفي كل حاجة عنه. فمن هالمنطلق حبينا أن احنا نعزز مكان نقدر نجتمع فيه نتبادل فيه الخبرات، وهذه كانت بدايتنا. طبعا بالبدايه بدينا بالاخ، كانت بدايه بسيطه، الاستاذ العلمين عبد الله وبداح نايف وعساف. طبعا في عام 2009 كانت المبادره من الشباب، كانت جلسه عاديه، كانت اتصالات بين شباب كنا نعرفهم وما كنا نعرف أي أحد نقدر نوصل له إلا الشخص اللي كنا ندرس معاه أو كنا نشوفه أو قدرنا نوصل رقمه. فبكذا الحمد لله قدرنا نجمع 25 مصمم في استراحة مصغرة كانت شبابية، ومن هنا بدينا. طبعاً بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعاً هذه صورة للشباب، أكيد راح يزعلوا علي لأنه كثير تغيروا، لكن النحيف أتوقع أنه راح يحرص أنه يأخذ الصورة عشان يحطها في البروفايل. في عام 2010 الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لعدد اكبر، وكان الانتشار عن طريق المعارف، يعني المصممين اللي حضروا وصدى الملتقى الاول، فوصلنا الحمد لله ل 50 مصمم، وكانت بمدينه الرياض وجهود فرديه، وكان في بعض الناس والمصممين اللي جو من مناطق كثير من المملكه، وكان في ورش عمل بحضور مدربين معتمدين من شركه ادوي، وكان في بالاضافه نقل مباشر لهذه الفعالية. في عام 2012 الحمد لله وصلنا ل 95 مصمم كان مهتم في المجال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص كان حاب أنه يعرف عن التصميم، وكان هذا التنظيم بدعم من معهد الأمير أحمد مشكور، وكان تحت رعايته، وكان في نقل مباشر، وكان في عدة من الدورات والورش، فلاحظ عدد كبير من الحضور. في عام 2012 شفنا أنه في حاجة أن احنا نوصل للناس عن طريق الشبكات الاجتماعية، وقدرنا الحمد لله أن نفعل الشبكات الاجتماعية. بدأنا بالفيسبوك، بدأنا نحصل عدد كبير، كانت فيه متابعات كبيرة، وأيضاً التويتر لله الحمد. استطعنا أن احنا نحقق أرقام كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيه برنامج احنا استحدث طبعا اسمه برنامج اول خميس. طبعا اللقاء السنوي كنا نشوف انه بعيد، وسنه شفنا نشوف كثيره وبرامج تصميم تتقدم والعالم جالس تتطور، فكنا بحاجه لبرنامج يستحدث بحيث انه يكون يجمع كافه القدرات وكافه المهتمين. فالحمد لله قدرنا ان احنا نقيم هالبرنامج في الرياض وجدة والدمام وبريدة والمدينة وجازان والطائف لكل الجنسين بجهود فردية. وأحب أشكر 25 شخص ساهموا كثير بوقتهم ومالهم وجهدهم، برغم أنه ما كان فيه مقابل، لكن حنا كنا نشوف المقابل، وأكبر مقابل هو زيادة العدد اللي احنا كنا نهدف له وتحقيق كثير من الفائدة للمتابعين من المصممين والمصممات.
خدمة إيجاد. طبعاً الحمد لله إحنا عندنا هالخدمة، اللي دائماً مصمم عنده مشكلة إنه يبحث عن عمل في هالبلد اللي خدمة مدنية وكثير من القطاعات ما هي معترفة بالمصمم، فدائماً المصمم كان يتعب أو إنه يتوظف على مسميات ثانية. فإحنا قدمنا هذه الخدمة أكثر أو أكبر داتابيس، قاعدة بيانات تهتم بالمصممين والسيرة الذاتية الخاصة فيهم. وكثير من الشركات استطاع كثير مصممين الحمد لله أن يتوظف مرتبات عالية وأنه يوصل شركات كبيرة في هالمجال. في عام 2013 بدأنا البداية الفعلية بالنسبة للورش العمل والمحاضرات الشبه معتمدة، وكان معانا بادر مشكورة بالإضافة إلى النقل المباشر. فبدأنا ورش عمل كانت تهتم بإثراء للمصمم وتدعيم الثقافة للمصمم، وكان التصميم عندنا مو فقط أداة، كان إحنا كنا يعني نحرص كثير على الفكر، فكر المصمم، الإلهام. وتوفقنا بكثير من المبدعين والناجحين، وعلى فكرة المجال هذا مفتوح، يعني إحنا بإمكان إذا أنت عندك أي مبادرة، عندك أي مجال تبدع فيه، الفرصة مفتوحة أنك تفيد إخوانك في كل مكان. طبعاً الحمد لله وصلنا لهالرقم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فيكم. إحنا دائماً نتكلم بجهود ناس كثير، الرقم الموجود ما هو الرقم الفعلي، الرقم الفعلي بإمكانكم تغييره الآن بالدخول على الصفحة ومتابعة هذا الملتقى، وتكونون أحد الأعضاء المشاركين فيه، واللي يمكنكم تغيرون فيه وتتحكمون حتى بالإدارة كمنهجية. الفرصة مفتوحة للجميع أنه يتحكم، لأنه بني على أساس أنه يكون للمصمم والمصممة ومهتمين بهالمجال. شكراً للمتابعين. إحنا كثير نحب نكون عمليين، فمن الورش اللي والجلسات اللي جلسنا فيها كانت جلسة حبينا نقدم شيء عن الرياض اسمه واقع وحلم. طبعاً إحنا حبينا نقدم شغلات كثيرة، أنا عشان الوقت راح أقدر أعرضكم بشكل كبير، العرض كثير، فإحنا حبينا نعزز بالبداية عن أهمية ودور المصمم. فراح نتكلم الآن عن مضاعفة الأداء في العمل، اللي هو من أهم الأشياء اللي إحنا جالسين نتكلم عنها في هالمنتدى، ونقول إنه الإنجاز. إحنا إذا بنطالب إنجاز من الضرورة أن إحنا نركز على بيئة العمل مناسبة توفر احتياجات تنظيم إداري، برامج تحفيز، والحاجة المهمة جدا اللي هو تصميم بيئة عمل مناسبة تعزز على الإنجاز. شركات كثيرة مثل ما نشوف طورت هويتها بمقاصد مختلفة، كان الغرض منها إزالة سمعة سابقة وزيادة نسبة مبيعات. فلو نشوف هنا الرياض كيف راح يكون والدوافع اللي خلتنا نقدم على هالمشروع. طبعاً حالة مثل نيويورك اللي كان هدف المشروع تغيير الهوية، اللي هو إزالة مصيبة كانت أصابتهم، اللي هي المشكلة المالية الاقتصادية بالإضافة إلى المشكلة الطبيعية. فمن هنا بدينا الشعار إلى فونت خاص مصمم طريقة عصرية العربي إنجليزي بأوزان مختلفة، شعار بألوان مقتبسة. هذه لوحات شوارع مبتكرة ضوئية سهلة جداً، تفاعلية أيضاً، فيها أوقات كثيرة وفيها برامج تخدم مثلاً الأذان، بحيث أنه لما يدخل وقت الأذان تتغير، بحيث أنه تكون مدة من الأذان إلى نهاية الصلاة تكون شغالة تنبه اللي يمرون عليه، بالإضافة إلى خطوط أرضية ضوئية. إحنا شفنا أنه ضروري أن يكون في الوقت اللي توقف عند الإشارة حاجة تشوفها أو تستفيد منها. فكانت الفكرة شاشات رقمية تضع فيها برامج ومو دعائية، لا، أشياء تعزز القيم عندنا وتزيد من الثقافة في المجتمع. صور بعض التطبيقات والتصاميم بالإضافة إلى لوح جدارية، هذا طبعاً في شارع التحلية، فيها فنانين كثير من جدة ومن الرياض ومن مناطق كثير من المملكة حابين أنه يعكسوا فنهم على مدينتهم. هذا طبعاً النقل الخاص وشكل تخيلي بالإضافة إلى الأجرة وبالإضافة إلى تطبيق موقع خاص بالرياض في كل الخدمات المقدمة، وأيضاً هوية تسويقية لمدينة الرياض. وشكراً، شكراً لكم.